كتير لكن سيدة. لكن زي ما احنا قلنا الرجوع المكسب حلو قوي، المكسب جميل، بطوله على اعلى مستوى، بطوله كبيره للنادي الاهلي، ولكن ايضا لو اتكلمنا بقى كمحللين او فنيين، لا في اخطاء كتيره جدا، مش وقتها دلوقتي، يعني مش وقتها دلوقتي، لكن احنا بنتكلم لصالح الاهلي. هو احنا صنفته هو روح النادي الاهلي، روح النادي الاهلي، عزيمه جماهير النادي وجمهور النادي الاهلي، الايمان بالانتصار صحيح، والولاء للنادي وقيمه النادي وعراقه النادي وتشبث النادي بالالقاب سواء كانت محليه او دوليه، ثم طبعا الجمهور طبيعي. النهارده يعني اللي شاهدناه اليوم في استاد القارس شيء رائع ولا اروع، اتمنى ان هي تكون بدايه للجمهور، شيء فظيع يعني شيء ممتاز جدا. هذا الجمهور في كاس الكونفدراليه الافريقيه بمشاكل الالتراس، مش مشاكل الالتراس، 25000 مش 25000، هما كانوا موجودين صحيح، هما جاوا خصيصا ليفوزوا باللقب كي يفرح الجمهور، نيته هذه، وربي الحمد لله ما خيب الجمهور الان. لا صحيح يعني هذا شيء ممتاز، يعني انا لما اشوف لما كنا نتفرج مع بعض نقول انا هالجمهور ما يستاهل الا الفرحه. صحيح، حرام حرام، مش ممكن هذا الجمهور يخرج بدون فرحه، مش ممكن اكيد، لانه جاء وتعب وساعات والترا ما الترا و25 في الاخر هو كان موجود جمهور المناسبات الكبرى في استاد القاهره، صحيح، في الاخر خرج فرحان. صحيح، كان يستحق فعلا زي ما احنا اتكلمنا، النادي الاهلي يستحق، جمهوره يستحق، ولو اتكلمنا عن النادي الاهلي طبعا عايزين ايام والايام، لكن النهارده خلينا نفرح، خلي اللعيبه كلها تفرح، والجهاز الفني يفرح، والجماهير كلها تفرح، ويجي بقى وبعدين جريدو يرجع، وبعد كده نتكلم بقى على جريدو واخطائه جريدو يرجع اوراقه على راحته. لكن احنا تحدثنا على اهداف الاهلي في اللحظات الاخيره، مش لازم كل مره تذكرونا بوتريكا في تونس، مش وده اقرب في ما تقولوا، مش لازم تكسفونا يعني لا ما بقاش كسوف، لا لكن فيه تقرير جديد.